في إطار منافسات كأس العالم للرماية الرياضية الأولمبية التي تقام بمدينة سلا تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية، فاز اليوناني نيكولاس مافروماتيكس في صنف الرجال بالذهب. تتويج اليوناني جاء بعد حصوله على 124 نقطة، ولدى السيدات توجت كامبرلي رود بالميدالية الذهبية في هذه المسابقة والتي تنظم لأول مرة في المغرب، وذلك بعد حصولها على 119 نقطة. هذه المسابقة الخاصة بكأس العالم للرماية الرياضية والتي ينظمها بلدنا لأول مرة، يمكننا القول أنها تمر في أجواء رائعة على جميع المستويات وبتنظيم يليق بقيمة الحدث الذي يجمع صنف الرجال والنساء. سعداء أيضا للنتائج التي حققت في هذه المسابقة والتي شاركت فيها أسماء محترمة على أعلى مستوى في هذه الرياضة، وسبق لها الحصول على جوائز كبيرة كالميدالية الأولمبية. وتعد هذه النسخة من كأس العالم للرماية الرياضية المنظمة تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة الأولى من نوعها التي تنظم بالمغرب بمشاركة رماة ينتمون إلى أعرق المدارس المختصة في الرماية الرياضية.